نروح للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري. والنهاردة كابتن بدري بيسعى على قدم وساق أنه يوصل أو يعني يوصل باللعيبة اللي هيختارهم في معسكر المنتخب الجاري. فالكابتن حسام البدري النهاردة طلب من المسؤولين في اتحاد الكورة أنه مباراة المنتخب وتوجو في تصفيات أمم أفريقيا أنها تتلعب على استاد القاهرة. ده بعد لما الكاف أعلنت إقامة مباراة الفراعنة قدام توجو في الجولتين، طبعا عندنا جولتين التالتة ورابعة في التصفيات في الفترة من 9 ل 17 نوفمبر اللي جاي. كمان النهاردة تأكد إلغاء معسكر المنتخب الوطني الأول في شهر أكتوبر اللي جاي، مع أنه يعني خلاص كان على الرغم من أنه اعتماد الكاف الأجندة الدولية للمنتخبات مؤخرا، وكان تضمن توقف دولي للفراعنة في برضو أكتوبر اللي جاي. فده بيجي في إطار برضو أو مع إلغاء المعسكر، ده بيجي في ظل رغبة برضو البدري في خوض مباراة ودية خلال التوقف المقبل لتجربة اللاعبين، بحيث أنه لم يتجمع لعبة المنتخب من فترة طويلة. فلكن للأسف النهاردة يعني فشلت محاولات مسؤولين المنتخب في أنهم يتواصلوا مع أحد المنتخبات الإفريقية علشان يعني يخوضوا مباراة ودية هنا في القاهرة، في ظل طبعا زي ما حضراتكم عارفين ظروف استثنائية، ظروف طيران حالية، مفيش عودة لحركة الطيران يعني بكامل قوتها لحد دلوقتي. ف طبعا كمان عندنا إجراءات متبعة للحد من فيروس كورونا، وده يمكن اللي بيصعب المهمة، بيصعب من أن أنت تستقدم في الوقت الحالي منتخب أفريقي علشان تواجهه في مباراة ودية. ده بجانب لصعوبات أخرى زي أن أنت تضم محترفين في شهر أكتوبر اللي جاي برضو لنفس الأسباب يا كابتن. ده صحيح. يمكن الكابتن حسام البدري قبل كده أعلن أنه هو بيلغي معسكر أكتوبر نتيجة ضغط مباريات الدوري، أنه هو بيستفيد من مباريات الدوري أنه يلعبها ويشوف لعيبة، وكمان كان بيحاول بقدر الإمكان أن يكون في مباراة ودية. مباراة ودية بتضم يعني أنت عارفة بقالنا كتير جدا المنتخب ما تجمعش بقاله فترة طويلة. فكان كابتن حسام البدري حابب ان يكون في مباراه وديه، لكن طبعا الاتصال ببعض الدول الافريقيه صعب جدا ان هم ييجوا في الظروف اللي احنا فيها، الكورونا والسفر بيبقى صعب جدا تستقدم حد. وكمان الكابتن حسام البدري بياكد ان هو طلب تكون مباراه توجو ان شاء الله في الجوله اللي جايه هتكون على استاد القاهره، واحنا عارفين قد ايه استاد القاهره بيكون ليه هيبه، واستاد القاهره دايما بيكون وشه حلو كمان على المنتخب. ان شاء الله كل التوفيق لكابتن حسام البدري في الفتره اللي جايه. معانا خبر بقى من الانتاج الحربي، نروح لفرق الدوري. الانتاج الحربي طبعا بيقابلوا سوء حظ، يمكن الفتره اللي فاتت الاداء مش على المستوى المطلوب، الخساره امام طلائع الجيش بهدف مقابل لا شيء. النهارده طبعا خضع الفريق كله لتحليل الدم استعدادا طبعا لمواجهه سموحه اللي هتقام ان شاء الله الساعه 8:30 يوم الاربعاء اللي جاي على استاد الاسكندريه. ضمن مواجهات الجوله ال 24 لمسابقه الدوري، زي ما احنا عارفين الانتاج الحربي خسر مباراته مع طلائع الجيش اللي اقيمت يوم السبت اللي فات على استاد السلام والاهلي ضمن مواجهات الجوله ال 23 للدوري الممتاز بهدف دون رد، سجله طبعا اللاعب كريم طارق. تجمد طبعا من خلال المباراه دي رصيد الانتاج الحربي عند النقطه 24 في المركز ال 11 بعد ما لعب 22 مباراه، فاز في خمس مباريات، تعادل في 9 وخسر 8 مواجهات. سجل لاعبه الانتاج الحربي 17 هدف واستقبلت شباكه 24 هدف. طبعا لسه الانتاج الحربي عنده مباراه مؤجله زي ما احنا عارفين مع نادي اف سي مصر. الجهاز الفني طبعا للانتاج الحربي بقياده الكابتن طبعا مختار كان حريص انه يقعد مع اللعيب، بيعرف وبيتكلم معاهم اسباب التراجع في الفتره الاخيره ايه، متعودين دايما على الانتاج الحربي حتى لما بيكسب مباراه بيكمل على نفس الوتيره، الفتره الاخيره كان في تذبذب شويه في النتائج. طالب طبعا الكابتن مختار اللعيبه بيتكلم، قال لهم اتكلموا بكل امانه، يعني في اجهاد، في عوامل بتاثر عليكم الحاله الفنيه في الملعب، ده شيء مهم جدا وشيء ايجابي جدا ان حتى المدير الفني يقعد مع اللعيبه ويتكلم بكل صراحه علشان تكون الامور كمان واضحه. طبعا في المقابل تعهد لاعبه الانتاج الحربي بفتح صفحه جديده بدايه ان شاء الله من المباريات المقبله يكون عنوانها استعاده للانتصارات والاداء المميز. كل التمنيات طبعا للانتاج الحربي بالتوفيق وكل انديه الدوري ان شاء الله. نروح لطلائع الجيش.
طلائع الجيش بقيادة المدرب الواعد عبد الحميد بسيوني. الحقيقة أنه كابتن عبد الحميد بسيوني النهاردة عقد اجتماع مع اللعيبة عشان يحفزهم قبل مواجهة أسوان المقرر ليها 3 العصر بعد بكرة إن شاء الله ضمن منافسات الجولة الـ 24 للمسابقة المحلية، ودي المباراة اللي بيستعيد فيها الطلائع جهود لعيبة زي عمار حمدي، حسام باولو بعد طبعا ما غابوا عن المباراة الأخيرة بسبب الإصابة. بسيوني طالب اللعيبة باستمرار الانتصارات خاصة قدام تماسيح النيل علشان يضمنوا أكتر الابتعاد عن مراكز الخطر في جدول الدوري لحد ما يلعب الفريق مبارياته المقبلة بأمان وبعيدا عن الضغوط بشكل كامل. بنفكر حضراتكم أن طلائع بيحتل المركز التاسع برصيد 25 نقطة، لعب 23 مباراة، فاز في 5، تعادل في 10، خسر 8 لقاءات، وسجل اللعيبة 23 هدف، شباكه تلقت 29 هدف. والنهاردة يمكن فريق طلائع الجيش وجهازه الفني والإداري قاموا بتحليل دم استعدادا لمواجهة أسوان. فطلائع الجيش نجح أيضا في تحقيق فوز ثمين على نظيره الإنتاج الحربي بهدف دون مقابل، سجله كريم طارق في اللقاء اللي أقيم على استاد الأهلي والسلام ضمن مواجهات الجولة 23 لمسابقة الدوري الممتاز. خد بالك النهاردة في تحليل دم مش أكيد. مسحة لا ما هو طبعا لجنة خمسية قالت تم استبدال المسحة بالتحليل الدم وكمان زي ما بنقول ان المدير الفني للفرق بيقعد مع اللعيبة وبيشرح لها التحليل الفني للمباريات. النهاردة كمان يعني الكابتن وجيه احمد رئيس لجنه الحكام بيعمل نفس القصه مع الحكام، يعني وجه النهارده الكابتن وجيه احمد جلسه لتحليل اداء الحكام خلال الساعات المقبله ان شاء الله في احد الفنادق بحضور الحكام فقط. قال طبعا عزب حجاج ده مدير لجنه الحكام ان هيتم تحليل اداء الحكام بدايه من الجوله 18 وحتى الجوله 23 في بطوله الدوري الممتاز. اضاف حجاج ان طبعا الهدف من التحليل دوت الوقوف على ما قدمه الحكام في المباريات السابقه، مراجعه الاخطاء اللي وقعوا فيها طبعا من اجل العمل على تصحيحها وتلاشيها في المستقبل القريب. طبعا وكمان والتاكيد على القرارات السليمه، يعني كمان بيشوف الايجابيات والسلبيات وده مهم جدا جدا جدا. بيستفيد طبعا كل الحكام اللي بتحضر بيستفيد منها، بيستفيد من هذه الجلسه دي من خطه تطوير مستوى واداء الحكام. ده ان شاء الله بينعكس ايجابيا على تطوير مستوى الكره المصريه بشكل كبير جدا. وطبعا كانوا مسؤول لجنه الحكام باتحاد الكوره برئاسه طبعا الكابتن وجيه احمد كشفوا حقيقه تغيير اللائحه الخاصه بمسابقه الدوري وايقاف اللعيب مباراه واحده بعد الحصول على 4 انذارات. طبعا اكد المسؤولين في لجنه الحكام باتحاد الكره انه لم يتم تعديل اللائحه والتي تنص على ايقاف اي لاعب بحصوله على 3 انذارات وليس 4 سواء متتاليه او مش متتاليه، وايقافه مباراه واحده. وطبعا وما ينفعش، قالوا ما ينفعش نعدل اللائحه واحنا في وسط الموسم. كان في بعض الفرق بتقول ان ممكن جدا يعني يكون ايقاف اللاعب لحصوله على 4 انذارات بدل 3 ايقافه مباراه واحده، ده طبعا عكس اللائحه الموجوده. ولجنه الحكام النهارده بتقول لا ان احنا ماشيين بنفس اللوائح ان 3 انذارات بيتم ايقاف لاعب مباراة واحدة وليست 4 انذارات. ممكن يتبص الكلام دوت يمكن في صحيح. الموسم اللي جاي لكن اللائحة اللي اتحطت أول السنة لازم الكل يحترمها ويمشي عليها. صحيح ويمشي عليها. بس اللي لفت نظري برضو موضوع أن أنت بتقيم برضو أداء الحكام طبعا. مش بس اللعيبة، أنت بعد كورونا وبعد التوقف ده شفت أداء اللعيبة ومستواهم، فالنهاردة أن أنت تقيم الحكم ده كمان مهم علشان تشوف مردود. أنت لعبت 6 جولات بين 6 جولات بعد ما رجعنا تقريبا يعني تقريباً. فمحتاج ان انت برضو تشوف مردودهم وادائهم. فحلو قوي ان ده يعني لجنه الحكام تعمله في التوقيت ده وخاصه بعد كمان الفار بعد الفار. ويمكن بنتكلم دايما ان التحكيم هو حلقه قويه جدا طبعاً. جدا جدا في منظومه كره القدم. وانا شايف الملاعب. انا شايف ان في تقدم ولازم يا جماعه تاني هقولها وهقعد اكرر فيها، خلينا ورا حكامنا، خلينا سبورت دايما للحكم المصري. الحكم المصري من الحكام الممتازين، لما بتوفر له الادوات وتوفر له كل الوسائل اللي ممكن تساعده اكيد هيظهر بمستوى قوي جدا. فكلنا ورا طبعا لجنه التحكيم. الكابتن وجيه احمد بيقدم مجهود رائع وكمان دايما سبورت للحكام المصريه بشكل خاص. يمكن نروح بقى لطنطا، ويمكن الازمات متلاحقه داخل صفوف نادي طنطا، والحقيقه انه انهم دلوقتي يمكن بيعانوا في بطوله الدوري من هزائم بتتوالى.
والوضع بالنسبة ليهم أصبح حرج جدا. فكمان آخر يعني الأزمات دي لما دخل طبعا كابتن محمد صلاح المدير الفني للفريق في أزمات نقدر نقول عليها عنيفة جدا مع عدد من نجوم الفريق خلال الساعات اللي فاتت. ليه؟ لأنه في يمكن عنده محمود مسعود، سليمان عبد ربه، وحسام غالي النهاردة اعترضوا على ادعاءات المدير الفني. ليه؟ المدير الفني النهاردة بيتهمهم أو وجه ليهم اتهام بأنهم بيتمرضوا وبيدعوا الإصابة قبل ما يلاقوا سموحة. يعني يمكن قبل مباراة سموحة كانت انتهت بالخسارة 3 أهداف مقابل لا شيء. الثلاث لعيبة دول يمكن هم اللي طلبوا أن الجهاز الطبي يتدخل علشان يحصلوا على شهادة خاصة منه هو بتثبت إصابتهم، وأنهم بيعانوا فعلا من إصابات مختلفة بتثبتها الأشعة، لكن المدير الفني مش مصدقها لحد دلوقتي. فالجهاز الطبي لازم يتدخل للثلاثي عقب مباراة الإسماعيلي في الدوري العام علشان نشوف بقى هل فعلا هم صادقين من عدمه. يعني لسه مش عارفين. الثلاث لعيبة عقدوا جلسة مواجهة خلينا نقول مع المدير الفني أمام المحاسب فايز عريبي رئيس النادي علشان يعرضوا كل اللي بيحصل داخل الفريق، فريق طنطا، في الفترة اللي فاتت تحديدا. والنهاردة كمان في نفس الوقت عندنا محمد صلاح يعني بيرفض اللي بيقولوا الثلاث لعيبة دول، وأكد أنه الثلاثي بيتمارض قبل ما يلاقي سموحة. موقف صعب جدا يعني. موقف صعب جدا. وكان معانا يمكن امبارح في البيت الكبير الكابتن ايمن المزين، ده المدير الفني السابق لفريق طنطا، اللي هو فعلا قال ان هو بيقابل مشاكل كتيره جدا، لكن طبعا نوع المشاكل ديت اعتقد بتبقى نوع من ان بروفيشنال شويه. خلاص احنا يعني الناس بدات تبقى في حته تانية، ان المدير الفني مع احترامي للجميع يقول لك اصل اللعيب دوت بيمثل انه متعور، اصل اللعيب ده مش عايز يلعب عشان عيان، ويجي اللعيب يقول له لا انت ما لعبتنيش. يعني كل القصة ديت للأسف هتبقى يعني بتخلي الشكل حتى غير مناسب للدوري المصري. والأزمة دي قبل كده أطاحت يمكن بالكابتن محمد صلاح يعني، ودلوقتي دلوقتي كمان تقرر إقالة أو استقالة، خلينا نتكلم ما بين قوسين، الكابتن محمد صلاح وكابتن أحمد سامي طبعا المدير السابق لطلائع الجيش، بقى المدير الفني الحالي لفريق طنطا. يعني بنتمنى أن مثل هذه المشاكل ومثل هذه الأزمات ما تظهرش على الساحة الرياضية والكرة المصرية بشكل كبير. ونتمنى طبعا للكابتن أحمد سامي طبعا كل التوفيق، وده المدرب رقم 3، ده المدرب رقم 3 بعد طبعا الكابتن أيمن المزين وبعدين الكابتن محمد صلاح. النهاردة الكابتن أحمد سامي يتولى القيادة الفنية. يمكن اتكلمنا في ملف تعدد المدربين بس هنفضل وراه إن شاء الله لغاية ما نلاقي حلول. فبنتمنى طبعا التوفيق للكابتن أحمد سامي وكمان لفريق طنطا. نروح لنادي المقاولين، الكابتن عماد النحاس طبعا المدير الفني للمقاولين العرب كان حزين جدا طبعا من الخسارة اللي خسرها أمام فريق الجونة امبارح. طبعا هو طبعا بيدور على تصحيح أخطاء قبل مواجهة قوية جدا أمام المصري المقرر ليها إن شاء الله يوم الخميس اللي جاي. كابتن عماد النحاس استعان طبعا بفيديوهات المباريات الأخيرة للنادي المصري لدراسة طبعا كل النقاط الضعف والقوة قبل المواجهة المرتقبة اللي هتقابل إن شاء الله في الساعة 8:30 مساء يوم الخميس القادم بالأسكندرية ضمن منافسات الجولة رقم 24 من مسابقة الدوري العام. طبعا المقاولين بيطمح طبعا استعادة طريق الانتصارات يعني عقب الخسارة الأخيرة أمام الجونة، وكان المقاولين هزيمة مفاجأة فعلا أمام الجونة. كلنا كنا عارفين أن نادي المقاولين ماشي بخطى ثابتة جدا، مباراة طبعا أمام الجونة خسرها على ملعبه 2-0 طبعا كانت بالنسبة لهم صدمة. طبعا شهدت مباراة إثارة كبيرة جدا، الحكم ألغى هدف لصالح المقاولين قبل بالظبط ما يحتسب ضربة جزاء لفريق الجونة. اتحولت النتيجة على طول من التعادل، يعني كان ممكن جدا المقاولين عادل، لا اتحولت النتيجة لخسارة بهدفين. طبعا نادي المقاولين زي ما بقول ماشي بخطة ثابتة جدا، الكابتن عماد النحاس ماشي بشكل اكتر من رائع، لكن مباراة الجونة يمكن كانت يعني غير متوقعة، نتيجتها غير متوقعة مع الاحترام طبعا لفريق الجونة كمان اللي بيقدم شكل كويس. نتمنى التوفيق طبعا لنادي المقاولين وفريق الجونة، خاصة ان انت فزت على الزمالك يعني. صحيح. فكانت الخسارة طبعا دي كانت غير متوقعة. صحيح. بس بالرغم من كده الإدارة، إدارة المقاولين العرب لسه بتؤكد ثقتها في كابتن عماد النحاس.
وده اللي يمكن اللي جه على لسان مهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولين العرب، وهو أيضا المشرف على قطاع الكورة. فقال إيه بقى؟ قال إنه عماد النحاس ده المدير الفني للفريق عقده ممتد مع المقاولين، وقال إنه لا يربطنا به عقد ولكن بالكلمة، وهو صاحب النادي وله مطلق الحرية. ده كلام كبير جدا يا جماعة، يعني كلام كبير، والحقيقة يعني ده بيديك أنت بوش، يعني بيديك دفعة إن أنت صحيح خسرت مباراة، هي فعلا الكرة مكسب وخسارة، وده طبيعي يعني، بس ده بيدي ثقة كبيرة برضو بيدي ثقة للمدير بس الفني. أنا بستغرب يعني إزاي دايما بيطلع كلمة لا احنا عندنا ثقة في المدرب وتجديد الثقة. موضوع تجديد الثقة ده يا جماعة كمان بقى دمه تقيل بصراحة، يعني كل يعني المقاولين ماشي بشكل رائع، يجي يخسر مباراة والمجلس بيقول لك تجديد الثقة في الكابتن عماد النحاس، يعني الراجل على الناحية التانية يعني دايما تجديد الثقة ديت بعد كل مباراة انا شايف برضو مش على المستوى الاحترافي قوي. انت بتبقى ماشي كويس قوي بتخسر مباراة يقول لك لا او جددوا الثقة في الكابتن فلان الفلان. اعتقد برضو ان بروفيشنال شويه، خلينا نتكلم، خلينا نقيم المدرب بالسيزون، خلينا نقيم المدرب بنتائجه بارقامه، يعني هو كل دوت اللي ان شاء الله بنسعى ليه، لكن طبعا كل التوفيق. يعني زي ما بقول الكابتن عماد النحاس ماشي بشكل اكتر من رائع، عنده طبعا احلام تمثيل المقاولين لوصول للبطوله الافريقيه ايا كان كونفدراليه، طبعا بيسعى ليها بقوه وبيأدي، انا شايف بيأدي بشكل اكتر من رائع. لا وبعدين هو قال لك كمان ايه عضو مجلس اداره المقاولين مهندس محمد، قال لك ان هو انسان فعلا بيلتزم بكلمته واشتغل لمده شهر من غير ما يعرف راتبه كان كام في العقد، فيمكن كابتن عماد النحاس كمان يعني اتعرض عليه 3 أضعاف راتبه خارج المقاولين ورفض واعلن انه مستمر مع الفريق، ودي حاجه الحقيقه تحسب لكابتن عماد النحاس أكيد تحديد. أكيد.